الموسم ده موسم بطموحات مختلفه، عناصر جديده في الفريق. كنت لسه مع كابتن طارق وقال ان في مجموعه كبيره من الشباب، لما كابتن طارق العشري يدرب الفريق فده معناه ان مفيش حد يقعد بالجون بتاعك، فدي حاجه هتبقى برده كويسه. فدي حاجه كويسه برده ان انت الامور تبقى كويسه. شايف نادي سموحه الموسم اللي جاي رايح لفين؟ اولا يعني النادي بصراحه نادي يساعد اي حد ان هو يظهر بشكل كويس، من بدايه من مجلس الاداره، الناس المحترمه اللي ماسكه النادي، الاستاذ وليد عرفات والدكتور عمر وبقيه الموجود، والعميد احمد عجلان ومهنار، دكتوره مهنار. انا شايف ان في ظهر فريق الكوره من ساعه ما جم مسكوا النادي، واحنا شايفين ان فعلا في سبورت كبير جدا لينا. الكابتن طارق العشري طبعا واحد من احسن المدربين اللي موجودين في الدوري المصري طبعا. نتائج وعلى المستوى الشخصي شخصيه محترمه جدا، وتحب ان انت تتعامل معاه كلاعب كوره. السنه دي لعيبه محترمه، النادي جاب لعيبه محترمه، السنه اللي فاتت كان في لعيبه وكملت معانا، فبنتمنى من ربنا ان الموسم ده ما نقلش عن الموسم اللي فات. يعني النادي بقاله بتاع 3 سنين الحمد لله، انا من ساعه ما جيت النادي اول سنه كان 5 دوري، السنه الثانيه 3 دوري او 4 دوري فرق بونت، السنه اللي فاتت 6 دوري. ان شاء الله ما نقلش على اللي احنا ماشيين بيه الفترات اللي فاتت دي كلها، لان النادي يساعد اي فريق ويساعد اي حد ان هو يظهر بشكل كويس، وان هو يبقى مصفي ذهنه تماما لشغله اللي هي الكوره. فان شاء الله بنتمنى من ربنا ان الفتره اللي جايه دي تبقى حاجه كويسه للنادي.